السلام عليكم، مرحبا بكم مع خديجة مسفيوية. اليوم ان شاء الله نبارطاجي معكم لي فخيد ديال الحمص بطريقة سهلة وكيجو غزالين، لان بزاف الريستوغات كيديروهم في جنب فرنسا كيقدموهم ملي كيكونوا دايرين الشواء، ملي كيكونوا دايرين شي حاجة تكون مشوية كيقدموهم بحال الطريقة ديال لي فخيد. دابا يا بسم الله غادي نبدا. هو كيدار داكشي بالعبار ويني بمقادير سهل. بسم الله غادي نبدا. هنايا غندير نص رابعة ديال الدقيق ديال الحمص، نص رابعة خاص هادشي يكون معبور. نص رابعة كنديرو فيها نص سيترو ديال الماء ونبقى نحركو بحال هكا. ندير نص سيترو بارد، الماء بارد، نبداو نديرو كلشي في الماء بارد، ما نديروش الماء سخون كينوض يتحبب، ونشعل عليه. ندير عاشق ديال زيت العود كبيرة، عاشق نيت كبيرة تاع زيت العود، واحد شوي ديال الملحة والكمون، لان الكمون راه كيجي مع الحمص. انايا كنفضل الكمون يكون حبوب باش يجي باين بحال هكا، ونبقى نحرك فيه ما خصنيش نغفل عليه من التحريك، نحرك عليه حتى كيغلى وكيشرب هذاك الماء. يعني الشرب مزيان وغادي نكبو هنايا. نكبو في شي بلاصه تكون عاليه واحد شويه على حساب لي فخيت لي غندير، واش نديرو مغلاط بزاف ولا رقاق. نحيد كل شيء ونسطحها. كيجو غزالين. دابا اليوم يا مع قلت غندير الكفته مشويه نديرو معاهم. ندير هاد الميكه ديال الكوزينه غذائيه واني تكون لاصق عليه باش ما ينشفش، حنا ما بغيناش ينشف باش ما تديرش عليه ديك القشره. ونخليه يبرد، من ها كيبرد كيبرد ومن بعد غنقطعو. ها هو الحمص ديالنا ملي برد ها هو كيولى بحال هكا. نخرجو من الميكا ونقطعو على الشكل اللي كنبغو. اما لي فخيت كبار ولا صغار ولا اللي بغينا. نحيدو هادشي اللي كيكون زايد. انايا غندير لي فخيت ماشي كبار وماشي، نديرهم ما كبار ما صغار. والزيت راني داير الزيت سخون، حاول نديرهم هكا باش يجيو مقادين. اليوم غنديرهم ان شاء الله مع الكفته مشويه. ندير واحد شويه هنايا في الزيت، الزيت راه داير الزيت ديال القليان. ها هو يعني راه بحال لي فخيت بحال بحال، وهما يا ديال الحمص. يا ملي طابو ها كيجيو.
نسطرهم ونديرهم على قاعد باش يحيد منهم الزيت. كيجو غلاضين، انا يا كيعجبوني كيكا مع الكفته مشويه كيعجبوني غلاضين، وانتوما يا عندكم الشوا اما ديروهم غلاض ولا صغار ولا رقاق على حساب اللي كتبغوا. ايوا دابا يا رمي نخليه حتى يغلى ثاني الزيت مزيان ورميهم بحال اللي فخيت بحال كنديروا البطاطا. هو باش كيعجبوني كيخرجوا واحد الكميه كثيره. انا دابا يا لجوج الناس درت نص رابع. هذا هو الشكل النهائي ديال اللي فخيت ديال الحمص، كيجو غزالين ونقدمهم مع واحد شوي ديال الكفته. راه درتها في واحد الفيديو حتى هي يا بالبصله خضاريه كتجي غزاله. ايوا بالسلامه عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده ان شاء الله.